خير 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 خير، دل القهوة خير دكتور. عدم المؤاخذة، دايمة صحة وهنا. وين وين؟ قاعدين دكتور؟ معلش صار لازم نمشي، بالفوز إن شاء الله. إبرنا دكتور. مثل ما بتريد. ما بصير أحكي، أماني إلا تحكي. يا أخي في تسعيرة مكتوبة بالعيادة، ليش بس الواحد يجي لعندي ما بيشوفها؟ والله ضروري يعني تناوروا وتراوغوا وتسجلوا جول علي. طيب قديش التسعيرة؟ إذا قلنا فحص سريري وروشيتا وإبرة 250 ليرة. برت عمي معك 50 ليرة؟ ولا فرنك نصحك ينقلع نابي. كن قلع عينك رومي. دكتور معي 200 ورقة، بيمشي الحال بعطيك ب 50 ورقة شي عيني. إذا ما في بناخد شو عليه؟ هدول جوزين جرابات، اشتريت ب 50 ورقة مع المراعات. هات مو ناقص غير ناخد بيض كمان، لا تتأخروا بالتحاليل. بيفهم هالدكتور. ايه تعال. بس يا نور لك حار وجار وراح جاب لي ابهدل دكتور. يا امي بيكون ما لقى غيره فاتح. لك ما في دكتور بسكر قبل الساعة 10 صاروا كتار. لك بتقبي حجر بتلاقيها مهندس يا دكتور، ناطرين زبون من الغيمة. ابو كل هالقد اللي بسمعك بيقول صار عدد الدكاترة عنا أكثر من عدد السكان. لك المهندسين والدكاترة صاروا كتار، صاروا كتار، كلهم طحشوا على هالمهنتين، ما لقوا غيرهم، تقولي ما في غيره مصلحة بهالبلا. امي مصلحة مربحة مربحة. كانت، هلأ لا. كانوا يتعنقوا ويشوفوا حالهم يقولوا ابننا دكتور مهندس، هلا صاروا يستحوا يقولوها.